تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المعظم، أقامت جوامع ومساجد مملكة البحرين بعد صلاة الجمعة صلاة الغائب على ضحايا الزلزال الذي وقع في المملكة المغربية الشقيقة وضحايا الفيضانات والسيول في دولة ليبيا الشقيقة. صلي صلاة الغائب وهي كصلاة الجنازة، ندعو لضحايا الزلازل والسيول في المغرب وفي ليبيا بالرحمة والمغفرة لعلها تكون ساعة الإجابة. اللهم اغفر لنا ولهم ولا تفتنا بعدهم. الله أكبر. 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 لا تفتنا بعدهم. السلام عليكم ورحمة الله. وتضرع المصلون إلى الله تعالى يتغمد ضحايا الزلزال والفيضانات والسيول بواسع رحمته، سائلينه تعالى الشفاء العاجل للمصابين ويحفظ مملكة البحرين وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. وكان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وتنفيذا للأمر الملكي السامي قد كلف إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية بالتعميم على الخطباء في الجوامع لإقامة صلاة الغائب على الضحايا في الدولتين الشقيقتين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.